بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا مع تلاميذي تاع سنة ثالثة متوسط في مادة اللغة الإنجليزية، وراح نقدم لكم أهم الدروس اللي راح تشوفوهم في سيكونس نمبر 1 المقطع الأول. إذا عندكم ثلاثة دروس مهمين اللي هما Describing Personality. وش معناتها Describing Personality؟ معناتها نوصف شخصية. هذا الشخصية قادرة تكون أنت، شخصية معناتها العقلية، ماشي شخصية معناتها إنسان مشهور ولا لا، معناتها العقلية نتاعك، توصف للعقلية، عاقل، مقلق. هذو لي زادجكتيف كاملين راح نديرهم لكم في فيديو وحدها فيها المفردات الخاصة بالمقطع. إذا نتوما ما عليكم غير ديروا متابعة للقناة باش يخرجوكم لي فيديو لهم جايين. إذا personality هي العقلية نتاعك، نقولوا الشخصية، طباعك. Describing personal interests معناتها الاهتمامات نتاعك، ودائما كي نقول لك اهتماماتك انت، قادرة تقصيك على الوالد، على الوالدة، على الأخ، على الصديق المفضل، على الأستاذ المفضل. المهم انت تكون تعرف هذوك الصفات. زيد رحينا هدو على expressing abilities and inabilities. وش معناتها كلمة expressing؟ معناتها التعبير عنا، ما تخلعكمش. abilities معناتها قدراتك، الصوالح اللي تعرف تديرهم والصوالح اللي ما تعرفش تديرهم وما تقدرش تديرهم. inabilities نفس الكلمة، تشوفوا غير هنا عندنا بريفيكس، هذا البريفيكس دوبوزيسيون. اوكي، ان معناتها العكس، هذوما اضداد. روحوا الان الى المفردات اللي راح نديرهم لكم في فيديو واحده اخرى، ويقول لك ركز لي، ركز لي. ليكسيز معناتها المفردات، ركز لي على البيزك، لا باز، الاساسيات تاع الكلمات اللي عندها علاقه ريليتيد، معناتها عندها علاقه ب personality and interest. احفظ لي شويه لي سبور، شويه الاهتمامات، يعني مثلا الرسم، كيفاش نقول الرسم، كيفاش نقول الغناء، كيفاش نقول الرياضه، كيفاش نقول المطالعه، هذو الصوالح كامل داخله في الاهتمامات. ولي زادجكتيف قلنا تاع الشخصيه والطباع. نروحوا الان لا غرامير، غراما. وشنو هي الدروس تاع غرامير كونجوغيزون اللي رايحين نشوفوهم؟ الوغ فلا كونجوغيزون عندنا ذا فيرب تو بي، تعرفوه في سنه اولى ثانيه، عاودوا راجعوه لي. بريزنت سيمبل كي نقول لك تو بي، معناتها انت فاهم روحك، زيد الاخرين كامل، وقتاش نزيد اس، وقتاش نزيد او اس، وقتاش ما نزيد والو. كي نقول لك بريزنت، معناتها بريزنت في الافيرماتيف والنيجاتيف، وهاو تو اسك ا كويستشن، كيفاش تطرح سؤال عن البريزنت. هذو كامل ما تخافوش راح نكون معكم في هذا الدروس. فورميشن اوف ادجكتيفز، كيفاش نشكل صفه ريليتيد تو بيرسوناليتي كما قلنا هنايا. اذا الصفات اللي عندها علاقة بالشخصية. affixes يعني prefixes and suffixes، كيما حكيت لكم دوكا دي فوا ديروا غير زوج حروف من الاول تلقى عكس الكلمة، تعرفوهم هذو الصوالح ان فرونسي، راح نزيدو نشوفوهم ان انجلش. frequency adverbs كاين اللي يعرفوهم، اللي هما مثلا always معناتها دائما، never معناتها جامي ندير ديك الحاجة ابدا، وبيان سيغ راح نشوفو واش كاين ما بين 100% و 0% اللي هي نادرا، منين ذاك اللي هي sometimes، اكو سامعين بهم ولكن راح نديروهم في درس رسمي. راح نشوفو كيفاش نقول نحب الفعل الفلاني، مثلا to like، to love، to be keen on، هذا درس وحده ثانيه. وراح يكون معاه ال ing form اللي هو الجيرند، من بعد نشوف هاوليك الجيرند، راح هذا عنده علاقه مع هذا، اذا هذا نفس الدرس. كانوا كونت هما التعبير عن ability and inability كما حكيت لكم. روحوا دروس تاع pronunciation. pronunciation بيان سور كي نقرا كان و كانت راح نشوفوا لا برونونسياسيون تاعهم، the pronunciation تاعهم، راح نكتشفوا زوج اصوات اللي هما a and a. وعندنا هذه وشنو هذا الرمز، نديره لكم فيديو ثاني، هذا كي تلاقى لي ال ing form، يعني ال n مع ال g، هذاك شغل ng ng ng، الان مع الجو كيما لي بيبي كيكونوا لاغي ونغ نغ نغ، هذه هي، هذه تاع لي بيبي سبيسيال، هذه تاع الاي ان جي فورم، شوفوها ما تخلعكمش. الان اهم سؤال اللي كامل كنت تنتظروا فيه، وشنو هي الوضعيات الادماجيه اللي قادره تطيح لي؟ وضعيه ادماجيه انك راح تشارك ربما في مسابقه ويقول لك اكتب لي باراجراف على روحك، ايميل ولا بلوغ ميساج، راح نشوفوهم كذلك. اكتب لي على روحك، وصف لي من الاول، وصف لي شكلك، ومن بعد ادخل لي في العقليه
ومن بعد الاهتمامات هذو كامل راهم ديجا واجدين في القناة، تحبوا تشوفوهم. ولكن إذا كاش حاجة جديدة راح نزيدو نديرو عليها فيديوهات، ما تخافوش. كاينه في البلاي ليست، دخلوا بلاي ليست سنة ثالثة متوسط لغة إنجليزية، تلقاو الدروس، تلقاو التمارين، تلقاو حلول الكتاب المدرسي، وتلقاو نماذج تاع فروض واختبارات. أنا ننتظر منكم دعم القناة باللايكس والاشتراك. تهلاو في روحكم وفي والديكم. سلام.